الخير، احنا النهارده بنكلمكم من جاردينيا فرع الشيخ زايد. النهارده حابه اتكلم معاكم عن فيتامين سي. فيتامين سي متوفر كأقراص وكمان متوفر كسيرم للبشره. طيب ايه هي فوائد فيتامين سي للبشره؟ هو بيعمل على تفتيح البشره وكمان بيشيل اي تصبغات، وعامل مهم جدا مضاد للاكسده. اول براند عندنا هو فيتشي، ده براند فرنسي، ده يعتبر اعلى حاجه نسبه فيتامين سي فيه 15%، سعره 1299. تاني براند عندنا هو نوت، سعره 720 جنيه. هو بيبقى عبارة عن كبسولز، حضرتك بتفتح الكبسولة وبتوزعيها على البشرة وكمان على الرقبة. تالت براند عندنا هو بايو بالانس، نسبة فيتامين سي فيه 10%. بعد كده عندنا البراند المصرية اللي موفرة فيتامين سي، عندنا شركة ماتري سكين موفرة بنسبة 5%، وإيفا 15%، وكمان عندنا ستارفيل برضو موفرة فيتامين سي. عندنا شركة دي منزلة فيتامين سي كأمبولات، حضرتك بتفتحي الأمبولة تستخدمي نصها برضو بتوزعيها على الوش وكمان على الرقبة، والنص التاني بتستخدميه خلال 48 ساعة. أهم حاجة في استخدام السيروم إن احنا نستخدمه بالليل، وان كمان ما يبقاش فيه نور عشان ما يحصلش اي اكسده. دلوقتي هنتكلم عن فيتامين سي اقراص. شركه ناو منزلاه بتركيز 1000، وهو ده التركيز اللي جسمنا محتاجه في اليوم. طيب ايه هي فوائد فيتامين سي لما بتتاخد كاقراص؟ هو برضو بيحفز انتاج الكولاجين، واللي هو مفيد برضو للبشره، وكمان بيعمل على عدم اكسده البشره. طيب وكمان مفيد في المناعه، واحلى حاجه في شركه ناو ان هي منزلاه 100 كبسوله، فده هيكفي مع حضرتك 3 شهور، او ممكن نستخدمه مع باقي افراد اسرتنا.